ولإلقاء المزيد من الضوء على الاقتصاد الأمريكي والعالمي ينضم إلينا عبر التيمز السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة أكويتي. نرحب بك سيد رائد، وبداية يعني نود أن نعرف تقييمك للحالة التي هي أقرب إلى الارتباك في الأسواق العالمية، وهل تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس أم بعد ذلك؟ حقيقة أستاذ مكتوم، نحن اليوم أمام توقعات نوعا ما من خلال السوق، نرى أن السوق يحاول أن يسعر انخفاض في احتمالية أن يكون هناك تشديد كبير في أسعار تقليص قريب في أسعار الفائدة في موعد مقترب مثل مارس. وطبعا السبب في ذلك يعود إلى جملة من البيانات التي صدرت عن شهر ديسمبر تحديدا، وهي مرتبطة ببيانات التضخم سواء كانت الريتيل سيلز أو مبيعات التجزئة، سبقت بيانات التضخم التي أظهرت في مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا فوق التوقعات، وهو شيء طبيعي لأنه نحن عندنا سيزن، كان موسم أعياد، موسم تخفيضات، حملات بيع كبيرة جدا وتخفيضات كبيرة جدا سببت هذا الارتفاع في الاستهلاك ومبيعات التجزئة، ولكن السوق يحاول أن يترجم الأحداث والبيانات بشكل مباشر، ومن هنا جاءت بعض التقلص الذي شاهدناه في الفيد ووتش تول أو الأداة التي يستخدمها الفيدرالي لتوقع احتمالية أن يكون هناك تقليص قريب لأسعار الفائدة. أعتقد أي حديث عن أن يكون هناك تقليص لأسعار الفائدة في شهر مارس هو متفائل بشكل كبير جدا ببدء تسهيل السياسة النقدية، وعلى العكس من ذلك ممكن أن يتأخر بعض الشيء حتى الربع الثالث من العام الجاري، وربما بتقليصات كبيرة نسبيا، يعني 50 نقطة أساس ممكن نشوفها مع اجتماع يوليو مثلا، ومن ثم تقليصات مرتين إضافيات في اجتماع سبتمبر واجتماع ديسمبر، وبالتالي يكون التقليص ب 150 نقطة أساس، ولكن في النصف الثاني من العام الجاري. قبل ذلك هو حديث متفائل بشكل كبير جدا، لا يعكس حقيقة البيانات الاقتصادية ولا يعطي المجال حقيقة للفيدرال الأمريكي لتقييم هذه البيانات بشكل جيد حتى تكون البيانات تشير إلى استدامة وإلى تقلص في بيانات التضخم نحو المستهدفات عند 2%. نعم، يعني أستاذ رائد، لو انتقلنا إلى أسواق السلع، لماذا لم ترتفع أسعار النفط بنسبة المتوقعة أو بالقدر المتوقع في ضوء الأحداث الحاصلة في المنطقة؟ يعني كان في عندنا تقرير واضح لمخزونات النفط الأمريكية التي يظهر أن هذه المخزونات ارتفعت بدلا من الانخفاض، وبالتالي نحن نعلم عندما يكون هناك ارتفاع في مخزونات النفط التأثير يكون سلبا، بعد أن كانت توقعات انخفاض أو تقلص بحوالي مليونين برميل كان هناك ارتفاع بحوالي 5 مليون، يعني القراءة بعيدة جدا عن التوقعات وأعلى من التوقع، وإذا كان هناك هذا الارتفاع لا يوجد طلب مستقبلي متوقع لإعادة ترميم هذا المخزون إذا ما كان هناك فيه نقص، بالتالي زيادة المخزونات تضع عبء إضافي على جانب العرض أو المعروض النفطي الذي لم يتأثر بشكل كبير جدا، وفي نفس الوقت عندنا ضعف من ناحية الطلب، نحن عندنا بدنا الصين يكون هناك إجراءات تحفيزية بشكل أكبر وتحسن في الطلب من قبل الصين حتى يكون هناك استدامة في التحسن أسعار النفط وبقاء لأسعار النفط عند مستويات أعلى، لربما الذي حال دون الانخفاض في أسعار النفط بدلا من الارتفاع هو وجود التوترات الجيوسياسية، لهيك شفنا استقرار في أسعار النفط ولم نرى تراجع بنتيجة مخزونات النفط التي صدرت هذا الأسبوع. بالنسبة للذهب وعلى عجالة أستاذ رائد، يعني هل تتوقع أن نشهد مستويات 2100 دولار للأوقية قريبا؟ يعني أعتقد قوة الدولار الأمريكي مؤقتة جدا التي شاهدناها، وبالتالي عند 103.70 مؤشر الدولار الأمريكي، لذلك رأينا هذا الضغط على أسعار الذهب وصلت إلى 2000 دولار للأونصة ومن ثم عادت للارتداد، لا تزال احتمالية ارتقاء الذهب نحو مستويات 2100 دولار للأونصة خلال الربع الأول من العام قائمة بشكل كبير جدا، ولكن تحتاج خطوات أكثر
وضوحا من قبل الفيدرالي بشأن نوايا بدء تقليص أسعار الفائدة في وقت قريب من أول منتصف من أول النصف الثاني من العام الحالي، وبالتالي هذا هو المؤشر والمؤثر الرئيسي على أسعار الذهب في الفترة القادمة، تراجع في أسعار الدولار الأمريكي وارتفاع في أسعار السلع المعادن الثمينة على رأسها الذهب. نعم، إذن السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك.